يمكن واحدة من أهم الجلسات في منتدى شباب العالم كانت جلسة من جلاسكو لشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، واللي شهدت حضور واهتمام عالمي. وكشفت كمان الجلسة عن حجم المشروعات اللي اعتمدتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية وحجم المشكلة المقبل عليها الكوكب. عن أهم نتائج الجلسة وأهمية مناقشة قضية التغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم، معانا الدكتور مجدي علام خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا دكتور مجدي. وفي البداية خلينا نتكلم عن أهمية طرح قضايا المناخ في مثل هذا المحفل العالمي. وطبعا يعني الرئيس السيسي الحقيقة منذ أن تولى يعني رئاسة الجمهورية وهو حريص على متابعة الأحداث الدولية المؤثرة على الكرة الأرضية وليس فقط في حدود جمهورية مصر العربية. ويمكن قضية تغير المناخ الرئيس السيسي حضر مرتين، مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث عن خطورة هذه القضية، والمرة الثانية كانت في جلاكسو طبعا في بريطانيا لما تحدث أيضا عن مصر وأفريقيا، لم يتحدث عن مصر فقط. ثم هذه المرة الثالثة في حدث عالمي في شرم الشيخ يشير إلى يعني بندين. البند الأول خطورة هذه القضية وتأثيرها الخطير على كل مناحي أفريقيا من شمالها إلى جنوبها وليس على مصر فقط، وتأثر المنطقة العربية بأكملها من تضرر رهيب جدا يحدث في النظم البيئية الثلاثة سواء في الهواء أو المياه أو التربة الزراعية، وتأثيره على الأمن الغذائي هو أخطر تأثير. يعني المناخ الآن يضرب الإنتاج الخاص بالأمن الغذائي خصوصا في السلع الأساسية. والعام هذا العام يعني اكتشفنا أنه أعلى سعر وصل القمح في العالم كان هذا العام. تأثر هذه النظم البيئية يهدد ظاهرة التصحر، بظاهرة الجفاف، بتآكل التربة الزراعية المنتجة للغذاء، فتضطر الدول بما فيها مصر وأفريقيا لزيادة خطورة استيراد الغذاء أو التحكم في بعض الدول هذا الغذاء واعتباره سلعة استراتيجية. ده اللي خلى الرئيس السيسي يهتم انه يعمل دلتا الجديد في مصر، يعني في موقعين ثلاث مواقع في مصر، في الدلتا الجديدة في على طريق وادي النطرون، ثم في المغرى والضبع في الساحل الشمالي، ثم في سيناء 500,000 فدان. ليحاول الرئيس السيسي أن يستعيد 1.2 مليون فدان اللي فقدناهم في دلتا مصر القديمة وهي في مناطق الوجه البحري، سواء بالبناء العشوائي اللي أوقفه الرئيس السيسي على الأرض الزراعية أو بالإهمال أو حتى بملوحة الأراضي في شمال البحر المتوسط عند بتوبس وكفر الشيخ بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر. والظواهر الثلاثة سواء في الجو أو في البر أو في المياه تعتبر قضية عالمية وقضية إقليمية وقضية محلية، وهي قضية أنه النظم البيئية أصبحت متضررة من الثورة الصناعية اللي خدت 500 سنة. ده حقيقي، ولكن خلينا في إطار كلام حضرتك يا دكتور مجدي إن احنا نتكلم عن موضوع السندات الخضراء أو سندات الكربون. إيه هي أساساً وإزاي ممكن أساساً تعود بالنفع البيئي والاقتصادي؟ والحقيقة مصر يعني كانت من الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر كله، جزء منه السندات الخضراء. الاقتصاد الأخضر هو تحول كل النظم الإنتاجية والخدمية والنظم البيئية والزراعية والصناعية ووسائل النقل والمجتمعات العمرانية وأيضا حتى الحركة السياحية نفسها وتأثيراتها على البيئة، تحولها إلى نظم صديقة للبيئة. بمعنى أنه الاستدامة هنا نعني ألا تأخذ من الطبيعة ولا تضيف إليها مخلفات، وبالتالي بنحافظ على التوازن
ما بين المكون البيئي وقدرة النظم البيئية على إعطاء المنتجات والأكل والغذاء والمياه والشرب إلى البشر، وفي نفس الوقت استمرار النمو الاقتصادي دون أن يتم تلوث. كانت الفكرة أن احنا بنقول في اقتصاد بني واقتصاد أخضر واقتصاد أزرق. الاقتصاد البني ده كان زمان شعار الدول كلها يكتب المدخنة كده، كنا نحط رسمة المدخنة على العالم يعني. هذا كان عصر الاقتصاد البني اللي العالم دلوقتي بيتركه إلى الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، ثم إلى البعد اللي أضافه الرئيس السيسي في الاقتصاد الأزرق، وهو الاهتمام بالمسطحات المائية الكبيرة سواء في بحيرات البرولوس أو إدكو أو بحيرة المنزلة أو بحيرة مريوط. لا تتخيلي منظر بحيرة مريوط وانت داخلة على اسكندرية، عادت كأنها بالأمس القريب عند الحملة الفرنسية، اللون الأزرق الشفاف بلا تلوث. ورئيس السيسي حرك كل الكركات التي كانت تعمل في قناة السويس لتطهير قاع البحيرات في المنزلة وفي البرولوس واستعادة المناطق من البحيرات التي تآكلت، ليعيد إنتاج الثروة السمكية مرة أخرى من الاستيراد إلى التصدير. والجزء الخاص بالاقتصاد الأخضر هو جزء يدل على أنه فكرة الاستدامة واقتصاد التدوير، بحيث أن احنا نستفيد من المخلفات حصل في المحطة المصر بتعملها دلوقتي في وسط الدلتا لإنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية، وإنتاج الكمبوست أيضا من المخلفات بعد ما كنا بنحرق بقايا قش الرز أو قصب السكر في الصعيد. الحرق ده بيبطل والنهاردة بيخش كمنتج غذائي وكمنتج طاقة، وبيخش أيضا كنوع من الاستدامة في الحفاظ على هذه الثروة. يعني 37-40 مليون طن مخلفات زراعية يفيدوا التربة ولا يضروه، ويحققوا الزراعة العضوية بعدم استخدام السماد الكيماوي واللجوء إلى السماد الطبيعي اللي هو صديق للبيئة وفي نفس الوقت صديق للصحة البشرية. لكن أهم اللقطات واللفتات التي كانت في حديث الرئيس السيسي أنه لم يفرق مطلقا بين أي بلد أفريقي أو عربي أو دولي، واعتبر أن احنا كلنا في الإنسانية، وفكرة الإنسانية هو فكرة الحفاظ على البشر أيا كان عقيدتهم ولونهم وطباعهم وقوامهم وأقوامهم. وبالتالي كانت فكرة رمز الإنسانية اللي الرئيس السيسي أصر عليها بالأمس كانت فكرة بتخرج بمصر من الإقليمية والمحلية إلى العالمية، إن احنا ننشد إلى يعني نجاح كل الدول التي تعاني من الفقر في التغلب على الفقر، والتي تعاني من الجوع في التغلب على الجوع، والتي تعاني أيضا من الهجرة المستمرة من أفريقيا إلى أوروبا. إن رئيس السيسي بيتكلم على إن مصر فيها لاجئين بيصلوا إلى أكثر من 6 مليون لا يعيشون في معسكرات مغلقة، ويعيشون في مدن جمهورية مصر العربية زيهم زي أي مصري بلا تمييز من أفريقي أو أسيوي أو عربي، أيا كان بقى المتسبب في الدمار الذي حدث في المنطقة العربية سواء في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا. كل هؤلاء لاجئون يعيشون في مصر في أمن وأمان، والبيئة في مقدمة اهتمامات الرئيس، والمناخ في مقدمة اهتمام الرئيس. فهي رسالة مبكرة لاستضافة مصر للحدث الكبير في اتفاقية قرار المناخ الجماعية العامة ليها، تنعقد على أرض مصر في ثاني حدث دولي كبير يستضيفه الرئيس السيسي. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور مجدي علام، خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي، وصباح الخير.